بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء محمد شايف جابر. وأشار رئيس الجمهورية في البرقية إلى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية التي جسدها خلال مشوار حياته لخدمة وطنه وشعبه في مختلف المراحل والظروف. وعبر فخامة الرئيس عن أحار التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم، مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بوسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.